الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الإخوة الكرام والآباء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث يقوم ببيان التوحيد ونهي الناس عن الشرك، وذلك لأن الشرك يحبط الأعمال، كما قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للأعمال، مخلد في نار جهنم. ولذلك الواجب على الناس أن يحذروا المسلمين من هذا الشرك، وهو من أولى أولويات الدعاة أن يبينوا هذا التوحيد بالتفصيل للمسلمين. ولذلك عقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن رغمت أنوف شانئيه، إمام علم من أئمة التوحيد، جاهد في هذه الدعوة ليبين للناس حق الله تبارك وتعالى. افترى عليه جميع الطوائف الموجودة اليوم. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي امتداد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأئمة الأربعة وعلماء المسلمين المعتبرين في الأمة الإسلامية. ولذلك شرقت بهذه الدعوة أنوف جميع الأحزاب والطوائف الموجودة، فهمت؟ لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا الناس إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول دعاهم إلى عبادة الله، ونهى الناس عن الإشراك بالله، ودعا الناس إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن البدع والابتداع في الدين. ولذلك ما استطاعت هذه الأحزاب والطرق والجماعات أن تحارب دعوة الشيخ بطريقة علمية، كلها بتلقى عبارة عن كذب وضلالات وافتراءات. بيكذبوها الصوفية، بيكذبوها الأخوان المسلمين، بيكذبوها جماعة حزب التحرير، غير من الجماعات المنحرفة، ما استطاعوا أن يواجهوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه دعوة مبنية على العلم، فهمت؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال: باب الخوف من الشرك، المؤمن بيخاف من الشرك. وبمعنى هذا الباب وهذا العنوان ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بالمعنى ده، وأورد حديث ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق على نفسه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم سادات الأمة، سادات هذه الأمة في توحيدهم وفي إخلاصهم وفي توكلهم على الله تبارك وتعالى، برضو بخافوا على نفسهم من الشرك، فهمت؟ وما كان في أئمة الضلال في زمن الصحابة، كان في زول في زمن الصحابة يجي يقول للناس: يا أخواننا أحكاكم للفقيه. جاء جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين، مشى اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام رسله، وكان في واحد فقيه زي الجماعة ديل، جماعة بتاعين الحمامات وبتاعين مين، فهمت؟ نفس الشغل بتاعهم، كانوا شغالين أي يضربوا للناس بالسهام ويشتغلوا كهانة، والنبي عليه الصلاة والسلام
نهى عن حلوان الكاهن وثمن الكلب ومهر البغي. ده كله حرام، وداك صلاته كلها الزيت بتاع مارك من حلوان الكاهن، حرام والله، بياكله وبعدين يوم الغيابه بيشوف شغلتك. احنا وريناك واتكشفت هنا محل المويه دي كانت ناشفه، اتنجمت وعلى كيفك بعدك، انا ما بنوريك الحق، فهمت؟ وقف على واحد كاهن قبل ما يجي جرير رضي الله عنه، ناس الخير قالوا له يا زول انها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان ادركك ما تركك. قالوا الرسول الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد لنا هنا، وبعدين لو لما فيك وانت شغال تكتب في المحايات والحجبات وحجاب بتاع محبه وحجاب بتاع مين، وترقد للناس الخيره وغيره من الافعال تحت الدجل والشعوذه، وتقرا للناس الكف وتكتف للناس في الرمل وغيره من ادعاء الغيب، لو لقاك بالطريقه دي ما بخليك، ما سمع الكلام. قال فوقف عليه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فاخرج السيف قال له تتوب وتشهد ان لا اله الا الله او اقطع راسك. قال له بتوب. ده في الزمن ذاك، شوف البلد نجيضه كيف. معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء الى ابي موسى رضي الله عنه في اليمن، لقى واحد مرتد بيكون زي الجماعه دين، زي ما بوريك بعد شيء، بيقول لك انا الله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا، يقول لك لا ده شطح. شوف في زمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، انا دار اوريك اذا كان في الزمن ذاك الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وخيار الامه كانوا بخافوا على نفسهم، فكيف في زمان الفتن؟ كيف في زمان الفتن ما تخاف؟ فهمت؟ فوقف واحد لقاه مربوط من الدابة من المدينة جاء اليمن، لقى واحد مربوط، قال لهم ده شنو ده؟ قال لهم واحد، قال له كده انزل، جاي من السفر، قال له انزل، قال له ما بنزل، ده شنو؟ قال لهم ده زول كان يهودي بعد ذاك اسلم ثاني رجع يهودي، قال والله لا انزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فهمت؟ فقتل بعد ذاك نزل، بقى يتكلم بعد ذاك عن التزكية، قال كيف تقوم الليل وكده، بعد ذاك بقت التزكية. أول حاجة التوحيد، فهمت يا عمك؟ جماعة الواحد تلقى عمته، والله العمة تلقى أنت عارف تنشف الموية دي ذاتها، ها؟ والله الناموسية بتاعته تلقى العراقي زي الناموسية، وبتلقاه ويقول لك طبعا بيجيب مشاكل، يا أخي نفترض بيجيب مشاكل، أنت بتخاف أسي؟ زول تلقاه كبير لما يركب في العربية بتاعته بعد شوية مساعداته تضرب، يا زول أنت بتخاف من شنو؟ بين للناس التوحيد. ولذلك شوف إذا كان ده في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان الدين واضح، العطالة الفكية كانوا ذليلين، كان الناس بيخافوا على نفسهم من الشرك. سادات الناس من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بيدعو الله، ربنا قال حقلنا كثيرا من الناس، عشان كده العلماء قالوا ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، سيد الرسل وسيد الناس. أنا إحنا الكلام ده بنقوله لمصلحتك، وداك داير منك يجي رمضان يقول لك الله طبعا دايرين حق الكركديه، انت ما سمعته؟ شيخ الحمامات داير من الناس حق الكركديه والعصير، ويقول لك الخمسة ألف دي بقت ما بتحارب الوهابية، والناس ديل بيقوا كتار ادفع لسه، ربنا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وبفضل الله سيتفرتك خمسة ذاتهم ألام فيها، مش اشتغل تبقى موحد، انت لو بقيت موحد ربنا بيغنيك، لكن لما تبقى مشرك فهمت؟ ربنا يخزيك، فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أفضل الناس وأسياد الناس سادات الناس عليهم الصلاة والسلام بيخافوا من الشرك. تعال هنا شوف الصوفية بيقولوا لك شنو، شوف الصوفية يقول لك وقد قال في الشطح والتوحيد،
انت ما تجيني عشان انا اشطحك. هنا ده بيتكلم عن نفسه. اذا كان سادات الناس بيخافوا على نفسهم من الشرك، شوف ده بقول عن نفسه شنو. صفحة 107-108 قال رضوانه الأكبر الذاتي ورحمته، تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، عليه منه بإبكار وآصالي، الحمد لله وهو المنعم الوالي، ما ترجمت بعض حالي ألسن القالي. فهمت؟ قال بيحمد الله قدر ما القصائد بتمدح فوقه. فهمت؟ قال أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. ده بيتكلم عن نفسه. أسد عنده علاقة بالأولياء والصالحين؟ الأولياء كانوا بيخافوا على، قال لك أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. أما الصوفية ضمن لنفسهم الجنة وضمن لأتباعهم الجنة. فهمت؟ التجاني يقول لك قال البشارة نمرة 12 أن من دخل الطريقة التجانية يوم القيامة تحمل الملائكة على الأعناق وتقطع به الصراط. يا زول لا في قنطرة بسبتون فوقها والشغلانية فيها واسطة ولا الحاصل شنو. يا زول ده يوم القيامة، يوم لا تغني نفس، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ للشيخ لله، والأمر يومئذ لله، الأمور كلها لله. قال ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحواله. وطبعا الزول الصالح ما بقول يا أخواننا أنا قاعد أذكر الله كثير وكذا، وما زلت أذكر الله كثير لغاية ما حصلت المرحلة ديك، لا. أنت عارف واحد من السلف كما ذكر الذهبي في السير قال وربما، بيتكلم على التلاميذ، تلاميذه بيتكلم لهم عن الإخلاص، قال وربما بكى أحدهم من خشية الله 20 سنة وزوجته في الفراش لا تعلم به. الإمام الذهبي قال العمل العملية دي ده الزول اللي بيتكلم ذاته، لأنه إذا كان مرته ما عارفة هو عرفه شنو، معناه هو ذاته. ديل الناس، لكن ده بقول لك أنا الإمام وأنا المأموم وأنا البسرق السفنجات. يا زول أنت شنو أنت؟ فهمت؟ قال فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. الكون كله بقول سبحان المرغني، سبحان المرغني وبحمده، سبحان المرغني العظيم. ما ده كلامه، ده باقي لك مسلم. قال فالعرش عرش الله يعني، والفرش تحت، والأكوان أجمعها، الكل في سعتي مستهلك بالي. كل أنا قاعد راغبة أشوف الضبانة ديك حاصل على جنو، والزول داك عيان، وداك أجل جبتين، وديل بيحصل لهم شنو. قال كلهم، الكل في سعتي مستهلك بالي، فكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي. أي حاجة تنزل على العباد، أي خير ينزل، قال ده أنا من منتي أنا ومن إفضالي أنا، من فضائلي أنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحح الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أضياف فأرسل إلى أزواجه فلم يجد شيئا، ثم لما لم يجد شيئا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ده قال من مني وإفضالي. قال إلى أن يقول أنا الوجود الذي قام الوجود به، أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي، أنا الصراط القويم المعطى مني كلا الوجهين حقهما من غير إخلال. إلى أن يقول هذا المشرك المنحرف الضال المبتدع، قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي. قال الكون ده أصله كان يعني نحن اللي قاعدين نصرفه، الكون كله الجرادل فيه والدبرك أبو القنفط الغنم الناس العيش ذاته الزراعة كلها عايشة على كنف المرغني. فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي، يعني لو في صوفية قالوا برضو نحن ماسكين الكون زي ما قالوا القادرية وزي ما قال البرعي قال للختمية، قال لهم هدرنا هدرنا قطم فدرنا روح الكون القطب عمرنا جلى بالتنور تحت الختمية قال بتخيط إبرنا، ما أي واحد عامل فوق أقوى من الثاني.
داك قال له ما تقول لي بتخيط طيبرنا، انتوا ذاتكم اطفال، احنا ما عارفين منو معرس منو ومنو اولاد منو، حيرونا ذاته. قال فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم، لو دارين تمشوا لي الله اول حاجه تجد دقوني انا، فهمت؟ قال ويصطفيكم بتقريب وايصال، واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدسي في الحال. وربنا نحن قال لنا واذا سالك عبادي عني اها فاني قريب. وجي ربنا يا زول كريم، ربنا لا خلى لنا واسطه، الانبياء ما خلاهم لنا واسطه نعبدهم وندعوهم من دون الله. ربنا بين لنا في القران انه لو عندنا حاجه نرفع لربنا سبحانه وتعالى، نحمد الله تبارك وتعالى نحن كمسلمين، نحمد الله ونحمد الله انه بندعو الناس انه الله ما عنده واسطه. بتما داير الله تتكلم مع ربك وتناجي ربك وتسأل ربك تبارك وتعالى، ربك سبحانه وتعالى بابه مفتوح، بابه مفتوح، تسأل الله زي ما داير، لا داير لا مواصلات ولا داير لا واسطات ولا داير لا مواعيد ولا داير لا بروتوكولات، تسأل ربنا سبحانه وتعالى. لكن إذا كان كلام المشرك ده صح إنه ربنا عنده وكلاء، إحنا كان ضعنا زمان. تمشي للختم، اسمع أنا، إحنا من أطفالك دارين دارين لبن، ورينا الحاصل. يقول لك اصبر شوية، خلي أول حاجة نفوت الصينيين دي لأنهم مليار، أنتم شوية 30 مليون بيمشيكم سريع، نديكم لبن بودرة. ما نحن ضعنا، نحن ما ضعنا لو كان العواليك ديل عبارة عن واسطة لنا. الحمد لله ربنا بابه مفتوح، تسأل ربك زي ما داير، ربك كريم يفتح لك وينزل لك. قال واستمسكوا بعراء لا انفصام لها واستوثقوا بمقاليدي وأذياني، قال انتوا امسكوا في الزيل بتاعي. قال انا، قال فمن تمسك بي او حل في حرمي نال المرام بلا ريب واشكال. زول البيجي في القبه بتاعتنا ولا البيجي يسالنا يتمسك بينا، ده حقه مرق، حقه مرق طوالي، مرقنا له حقه. يا زول انت ماسك مع الله حاجه؟ ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ربنا لو فتح الختميه والتجانيه والسمانيه والكزنزانيه والازرقيه والبرعيه والكباشيه بيمسكوها؟ ما بتقدر تمسك حاجه، والله ما تمسك اي حاجه. والحمد لله خير الله راقد، المطره دي امسكوها، وزعوا لنا المطره دي عشان نقتنع بيكم، بيان بالعمل. بس نزلوا المطره دي تنزل المحل الكويس، هنا محل الكوشه وكده، المطره خلوها ما تنزل. نزلوا المطره في المجرى، خلوا النقطه تجي من السماء بس كده طوال، يقول لا يا المطره بالله يا اربع نقاط دايره في الاحداثيات 21.4 خط طولي، خليها تنزل. بتقدر يا سفيه يا بليد؟ ما بتقدر يا زول، ده شغل ربنا سبحانه وتعالى. في صوفي بخش هنا؟ ما بتقدر، فهمت؟ قال انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. شوف الكفر بالله، الكفر بالله. قال هو الجليس على العرش. الكتاب ده انا اشتريته قبل 3 يوم من الدار السودانية، الدار السودانية للكتب، وطبعته دار الكتب العلمية بيروت، اسسها علي محمد علي بيضون سنة 1971، فهمت؟ وحققوه، عنده حقوق نشر، وموضوع طويل جدا، فهمت؟ فده شرك بالله، ده كفر بالله. عشان كده نحن ما بندعوك تبقى صوفي ولا تقتنع بهذه الطرق، ولا تدخل في طريقة من الطرق ولا في جماعة من الجماعات، وإنما عليك أن توحد الله وأن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن تسأل حوائجك كلها من الله. ما في، شوف الناس بغشوم، في ناس كمان بغشوم، يقول لك طيب ديل ما شرفة، ها ونحن ديل الشرفة، يا زول ده كله لعب. شريف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ها فمن بطأ به عمله لم يسرع به شنو نسبه، لو بقيت شريف او بقيت من آل البيت دبره وما كفاية حتى ينصلح حاله. عشان كده اخواننا دعوة الاسلام ما هي دعوة عنصرية، ودعوة الاسلام ما هي دعوة لناس معينين. شيوخ الطرق لو لقيته بيزني ما تسأله، لو بيأكل حق الناس ما بيسأله، خير الله اول حاجة بيجوه حتى يجينا نحن. ده ما دين الاسلام، ده دين الصوفية. اما دين الاسلام فكل عبد خلقه الله مسؤول ومتصرف فيه الله سبحانه وتعالى. أبتصرف فيه واحد تاني، أقدم أخونا الشيخ أبو بكر.
قدم جزيا مشكور. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.